السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم جدا سعيد أني أكون في مركز الخدمات المتطوعين التابع لشؤون البلاط السلطاني. هذا المكان الجميل المهيئ لجميع الخدمات اللي تستقبل المتطوعين من كافة فئات المجتمع. أعتقد أنه من الجميل جدا أن يكون في هذا المكان هذه الخدمات المميزة اللي تسهل الكثير على الناس المتطوعين واللي يريدوا يجوا من مناطق مختلفة أنهم يجوا في هذا المكان، والمسؤولين الخدمات متوفرين في كل وقت. أعتقد أنها هي نقطة يعني تجمع مهيئة وميسرة للجميع أنها تكون بسلاسة. فأتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. الجميع اليوم تكاتف في خدمة المجتمع، خدمة عمان. التلاحم الكبير اللي شفناه في الأيام الماضية، وهذا التلاحم مستمر وراح يستمر إن شاء الله إلى ما ترجع إن شاء الله جميع المناطق في شمال الباطنة وجميع أخواننا وأهلنا في هذا المكان الطيب. إحنا دائما في خدمة هذا البلد. أتمنى إن شاء الله من الجميع التوفيق، ونشكر الجميع على جهودهم الجبارة والكبيرة من جميع فئات المجتمع. عمان تستاهل، وإحنا دائما في حب عمان.